يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. أيها الأخوة، سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى إلا عند العبد المؤمن إن يكشط أذيذ ضعب أصبع ذاذر ديو وتسبى ذلك سعودي أما ذي رزقي أما ذي النصر ذاك النصر أما تنجينا كيد الجوغد وان ديفو ندفوت وحيا ندفوت اندهد السيول وتسبى ذلك سعودي يقاد قويس. أما من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أهله مع الله قليلا ما تذكرون. أنا وما ردي الرن أوي إوني ضروران إوني ينبرن الصدر بالخالق سبحانه وتعالى. الشرط أي مثل أهي من إنسان لقد قفرد سيد ربي إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سيد ربي ما دي جان بيدك كتب عن أبريديس يقرب قويس فذكروني أذكركم ذكرتيدك ولي تذكر مكتفيدك ولي مكتير سيد ربي سبحانه وتعالى ما يليدش أي مكيو قرن دشو مكيوغن افخيرا في يضاف عيش الدنيا اف عيش الدنيا اف عيش ليخف وكي كثر ابو بحر السماغ مدام تسعيش السيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى كان يتمثل ان السيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى نسيرنا موسى عليه السلام اكون سيدنا هارون عليه الصلاة والسلام قال لا تخاف انني معكم اسمع وارى لان شنو قال روح الفرعون ذا غنى ان يسوس اقليد سلغ وتوينه الله أكبر. أنا مثلاً ما يلسي ربي لكي ينكي زميلة له ولكن ماذا قلت أخر فبريد سيد ربي سبحانه وتعالى أنا يبقى لك زميلة له خصوصاً كان سيدنا إبراهيم الخليل أنا مثلاً وكان في عبد الله كنت كلام دقيقة جيم أدن سومسلي ذشم إسنين القومينيس وفدريد عبدنا الأصنام وفاس بالذات آزر إذا تصنعن تصنعن تماثيل صنع إزران وقيم يعبد ذلك يوثم كارثة ديهذو أسلم يبرد ربي إذا واحد نخلق لا إله إلا هو ولكن أهيم 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 ذات تبعن يقال سيد ربي سبحانه وتعالى فلاس ذي سورة الأنبياء ومشي لقيود السورة لقيود يودا يقرب ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. إنيس أمام الذفاس أمام ذا القومينس ذا شوثن بالأصمى مجين التماثيل قدر إذا عبد مكان ذا شوثن قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين ننس مفدي فذا لجدودنا عبدتن وذاتن عبد وثبارد الحجة ورلارد الجواب المقنع وفندي مو ينسن فغني وفريد وفندي مو ينسن الكرم سيدي ربي ونكرمت له الاثنين سيدنا إبراهيم الخليل الثقة قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. أما ذكر مما ديما بثلوا لجدودنا وقرأكم فغني وفريد صوم لهم شون سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى تبع أين عبدن الجدود السن لقفريد من الضلال عبدن الإصنام ننس أترى من الحق يردو وإذا نغد تمسخر تمسخر فلنا قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. سيدنا إبراهيم الخليل أكني ولا سعان العناد أهين باش يعني هذا صنوي أدوين العبادة الواحد الأحد إنيس وطالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين يقول صربي إنيس أدونا الزمران الأصنامكم حشم أرثو خرمسيكي الله أكبر أمشي نخدم يقاتل ربي قويس فا
فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. روح يلزمك والإسلامني حشي منهم القرآن الجيس الرزيم ليس من يلزقني على قصة يديس إني ستنا على قصة وينام أثي أغزارا سبحان الله ما قد كان ذات سدوث مساد إذ مثلا بعد هكذا غايند الإسلامني ينسنوا فند الرسول مرة يلث ده بار قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. أنا وكم الخمر لكم الآلهة نو وقيل الظالم وقيل الخمر لكذا مسلتقي انتقد ماشي ومتسيسي سياسي سيدنا إبراهيم مدينة والله لا أكيد أن أسلامكم بعد أن تولوا مدبرين يقول الناس أرض رصد الأسلام الأول حشب أرث وخرم انتقدوا إذا نسي ناس قالوا سمعنا فتى نسلغي يوني المزين سيدنا إبراهيم دين المزين من الله إذا عمل ولد سيد ربي ذي مزين الله قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم يدرد نسلغي يسمي يدرد الأسلام الأول وقال نسلغي إبراهيم الله أكبر دشو مسنين قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون إن يسويت شيء دار ذكين على زف من الدم أنوية سلتين انتقن غروس قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم الناس إذا شيء آخر أنت مسلتين وسل آلهة النار يا إبراهيم إن يسلا يوهغروس قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون إنس دواجين خطط السماء القرآن ومن أنا بيجعل لغة غرزينية إيجاد وثير زرع إنس دوي هنا مثل يا زرع مرة إنس ست سمع ذلك لهم أو در الأول ما درن فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينتقون وغين غرورس إنه نص زرد له درنا الوجين أمكلا من السهر قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون إنس أم كذا أعظم قذرت سيد ربي أي أكن نفعرة أكن مصررة إنس ضغط سعمل عقل قلوين ذا شو مسنا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين ننس حرق فتس فنصرم الآلهة الأول الله جهيان يثنثن وفندي موين سنة عبدن الإسلام لقدثن عبدن وقبيلة لهم وأذو خرنا فين خدمنا جدوه نسن ما أنشتكي مرانا فنسعيش لجميع العصور مرانا أكل لا تثمساي جنك درجدو قبرينا مظالان وقنستو خرني غاشين الله أكبر أمك أرديني فاك إسخدم انت عن صوريه ذخل جيوث تمورث إن بعد أتثب عرض أذى استغضوي أتسخل ذلك الشيئين أنشتكي دي حرام أريجو زلام أكي الزغر ينصغر جهنما يموت عنصري الإنسان ذا عنصري يستخدم تصفيين داخل المجتمع ديني سمرا يروح فصل يستروح زكاة يستروح الحج يستروح صدقة يستروح كل شيء يروح مرة ولكن الشيئين ماذا إذا أتثب عرض أذى أنك تبعكني الديني مرة يروح أم كارف قفير أتثب عرض ينجل جدودي أين هي اللان بقفرين سيدة ربين ماذا قلنا اتبعت للعالي أكن خدم السلف الصالح هذا الخدم يكتب على فريد سيدة ربين ولكن ماذا قلنا فضل جدودي خبالي وفريد سيدة ربين وإذا قال العبد ثني ذبع يمرات سيدة ربين ذبعيون ذن في صلى الله عليه وسلم إن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذن تسكننا ذبع لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا كعيد مثل إذا الناس حرقت إبراهيم حرقت السنصر من آلي أنول الله أيث مثلا جمع عند أصغر ماشي شوية بعد كالناس يحججون ماشي ديني فلون روح مذكرت غثي ماس إبراهيم عليه الصلاة والسلام شدت وذكرت غثي ماسيس ولكن أهتر أنت سيقال أهتر يا أخويا أهتر يفريثي عقي نناد ماذا بالله إلا سيد ربي ذيك أنوال تبذل العربة الوثقة ولا شوي سيزمرن ولا شوي دي كان نيجس دواس مرام الخلقين سمرام كذي العابدين
يولدي كرنيس على كل شيء قدير وذي في غير يعقين إنس حسبي الله ونعم الوكيل بركيسي قربي إذن تسري من عند شكيه في الناس اسم جبريل عليه السلام غربورس يا إبراهيم إنك رخمة إنس لا غربور كشيني لا إنس غرسي قربي نعم إنس دعو يسير إنس علمه بحالي حسبه عن سؤالي خطر يسير سيدابين المدينة حسبي الله ونعم الوكيل إنس يزرد شو ما لي ضروري يدي يعلم شو أشتا الله جبريل عليه السلام خزر كلي مثلا لو كان يقول ثم سنين خمسة كسيون يفرين ساسس ولكن دشا سنين المشركين أسنين يسعى الزهر يوخ دواغو لو كان دفكي سيدابين هو أسنين يسعى الزهر براهيم فلا له ومتسس ثم سنين ولكن سيد ربي سبحانه وتعالى إن صريف سلقدر ينسى أين سوزينا لك وذي سعود عبد الحجة أكو فهي يوني زينا لك تخذ الحجة سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إنيسي أثي مس إذي تكن الحق والصغير إفكاز دسميغ ذي السلام إبراهيم يانا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم أثي مس إلي كمز ذا سمير ذا السلام لإبراهيم قمت العلماء نغلو كانوا ديننا يا إبراهيم يقال كان يا إنت كان يا نار وكوني برد وسلاما وتعود على الصلاة خمس دي دون زيك تسحمي تسحمي تسوي ثورة صغار ذا سمير ذات سك ولكن ثمسة تقول إخمس كان لإبراهيم المعجزين لإبراهيم فقط أج ثمسة وتصغر ذا سمير ذا يستفكى نعم خطر الجند سيد ربي سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك الا هو حشد شك زران شحال الجنود ديك الساعه اما ذي العباد اما ذي في السماء ذي في الحاره اما ذي ذي الهواء اما ذي الشجر والحجر اكل الجنود سيدي ربي مره غير مثل قرد العلماء ذا شو ما تصرف خمس سنين ذي انا كنت شك شد شك شد انا كان ابراهيم شكيت وانا تصرف يباقي في كيس ديالنا يسكى ينجاد سيدي ربي سبحانه وتعالى ابراهيم ويكين الشخص من تخزي به كم كان يقال سيد ربي فلسل سبحان الله هذه قال وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فغال الشخص من تخزي به إن فجعلناهم الأخسرين ودينا فجعلناهم الخاسرين معناه بخسر يخسر إن ولكن الأخسرين ولا شيء يخسرنا من أذنه ولا شيء زمانا يخسرنا من أذنه الأخسرين وينسيد رب الخالق سبحانه وتعالى وينجاثي ديند ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وينجاث سيد رب سيدنا إبراهيم الخليل أكام يثمثن ونسعى سيد رب الخالق سبحانه وتعالى أكام الذي ينجو ماشي حشام الأنبياء والرسل ينجو سيد ربي ولكن ويدي مؤمنين اتبع سيد ربي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم يقضوا عن سيد ربي يقضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أثنين ينجو وكذلك حق علينا ننجي المؤمنين إن ذل حق في اللي غادي ينجو المؤمنين الله يقرب سيدنا يونس عليه السلام فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك أدنجو المؤمنين دون إثمارا أما كان ننجي يونس وعبد حوثيه أما كان ينجي سيد ربي سيدنا إبراهيم هذا ينجو كل إنسان مؤمن يقضوا عن سيد ربي يقضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقعس المحارم وخلاق سبحانه وتعالى وتعدل في الحدود ربي من الحد بفريدس المستقيم انتيف غيري انتيف غيري توطف ندف غوثي للثوري الدوني أما يهلك أما يسعر أما ينضر أين يبغوني لي أرفض عقض يا رب يا رب وتسوى ذلك شغل لقد يلوين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أرجع ربي من المؤمنين حق الإيمان أرجع ربي من الذين استمعوا القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.